الولاد ما همش الشيطان لا بتنفع شيك واحدة كانت لا لا انا وراجع لا طريق بلاش خلاص كده اعطيني ايدك اليسار ايه هذيك هات الصباع هذاك هذاك دخلي لهم بريدان بريدان خفيف لا زيدي شوي زيدي شوي باش توريه ايوه تاخذي هذه تدخلي هذيك تتصرفي وبعدين تطبقيها وتجيبي جهه هي من جنجه انطلقت هذه العمليه بعد عمليه اعداد لوجستي من 3 أسابيع تقريبا او اقل شويه تقريبا من يومين تلقي اخر اللمسات اللي احنا اشتغلنا عليها ووضعناها والحمد لله وابتدانا اليوم الصبح. هذه العمليه تدوم 3 أيام اليوم وغد وبعد غد. الاقبال اليوم بمناسبه يوم جمعه والناس يصبحوا كسلانين يوم الجمعه، ما نقولش كسلانين بمفهوم الكسل، يعني يحبوا راحتهم طبعا من حقهم طول الاسبوع خدم شغل وكذا فيستحسن، لكن اتمنى انهم وهذا يعني استطيع اجزم به انهم لن يتنازلوا على حقوقهم. هي تجربه يحبوا التوانسه الكل يشاركوا فيها، هذه التجربه يعني يحبوا يوصلوا بها للنهايه بتاعتها. العمليه الانتخابيه تمت من بدايه من اليوم الصبح 8 الصبح، لاحظنا انه البلد المضيف بارك الله فيهم امنونا والتامين جيد جدا، استطيع ان اقول جيد جدا والحمد لله. طلبونا اذا كان عندكم اي مشكله الحمد لله ما عندناش مشاكل. ارض الكنانة يوسف فيها ما عندوش مشاكل ان شاء الله.